السلام عليكم، اخباركم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هبدا اقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. النهارده ان شاء الله وصفتنا اليوم عن مكون رائع وموجود في كل بيت وفعال، وفتره قصيره هتلاقي نتيجه رائعه للبشره، وهو لبان الذكر. زي ما انتوا كده شايفينه، انا بجيبه من العطار، بروح اقول له انا عايزه لبان ذكر اللي بيستخدم عن طريق الفم، لان لبان الذكر فيه نوعين، ونوع للبخور ونوع للشرب. فانت تقولي له انا عايزه لبان الذكر للشرب، وده شكله وده لونه. وطبعا لبان الذكر فوائده عظيمه جدا، وعن تجربه بيقشر خلايا الجلد الميت وبيجددها، ويعتبر كبديل للبوتوكس. طبعا لبان الذكر او اللبان المر من الوصفات القويه اللي بتكون فعاله في القضاء على التجاعيد. ولو انت بتعاني من اي نوع من التصبغات او اسمرار نتيجه اشعه الشمس، فهو الكريم اللبان الذكر والميه بتاعته هتعالج الاسمرار ده. وطبعا وصفه قويه وفعاله في شد الرقبه، وطبعا الوصفه دي بجميع المقاييس هايله، والترطيب فيها عالي، وبيزيل اي تصبغات عندك. وطبعا تستخدم للبشرة وللجسم، وبيفتح اي منطقة عندك مثلا تكون مثلا غامقة او كده في الجسم. فان شاء الله باذن الله تابعوني لاخر الفيديو ونشوف وصفتنا، ونشوف اللبان الذكر ازاي انا بعمله كريم، وازاي انا بستخدم المية بتاعته. يلا نشوف المكونات وازاي انا بعمله. نبدأ نقول بسم الله. دي المكونات اللي انا هستخدمها في عمل كريم لبان الذكر والمية لبان الذكر. وطبعا المكون الاساسي اللي انا هستخدمه في عمل الكريم والمية طبعا لبان الذكر. طبعا انتوا زي ما انتوا كده شايفين، ادي اللبان الذكر، باخد معلقة كبيرة من لبان الذكر. واللي يعرف اسماءه، طبعا ليه اسماء عديدة جدا، فاللي يعرف اسماءه يكتب لي في الكومنتات، تمام. وديت المكونات اللي هستخدمها في عمل الكريم. اول حاجة انا عندي هنا معلقة صغيرة من الدقيق او الطحين، وعندي هنا معلقة صغيرة من اللبن البودر، ومعلقة كبيرة من النشا، تمام. وعندي كوباية برضو هستخدم فيها المية، تمام. يلا نشوف الطريقة. اول حاجة بجيب معلقة لبن الذكر وبحطها في الكوباية، وبعد كده بروح اضيف عليها يعني كوباية من المية المغلية. انا هنقعه في المية المغلية ديت وهقلبه، وبعد كده بروح هغطيه وهسيبه مدة ليلة كاملة برا التلاجة، تمام. تعالوا بقى نشوف شكله بعد ما نقعناه مدة ليلة كاملة. ادي شكله، شكله زي الحليب بالظبط، ولونه لون الحليب. هروح مقلباه عشان كل المكونات تتجانس مع بعض، تمام. ادي شايفين اللبن الذكر اهو، هقلبته. وتعالوا بقى نشوف استخداماته. طبعا زي ما قلت لكم ان انا هستخدم الميه وهعمل كريم من الميه دي، تمام. تعالوا بقى نشوف ازاي انا هعمل الكريم. المكونات اللي هستخدمها في عمل كريم لبان الذكر، هرفعها على النار، تمام. بجيب كنكة، تمام، وبضيف فيها المكونات اللي ذكرتها في المقادير. اول حاجة بضيف معلقة كبيرة من النشا، وبضيف عليها معلقة صغيرة من الطحين العادي، او ممكن تستخدموا طحين الارز، ومعلقة صغيرة من اللبن البودر، تمام. وبضيف عليهم نص كوباية من مية لبان الذكر، والنص التاني هنستخدمه للوجه، وهوريكم ازاي انا بستخدمه. هبتدي اقلب المكونات حتى تتجانس كلها مع بعض، بحيث ان ما يكونش فيها كلاكيع. هقلبهم كويس جدا، تمام. او كده انا قلبتهم كويس، هروح احطهم على النار، وطبعا على نار متوسطة، وهفضل اقلب فيهم لحد ما قوامهم يتجانس ويتقل، ويبقى عامل يعني قوامه مقارب للمهلبية، تمام. دلوقتي هتشوفوا معايا انا قلبته كويس، هفضلت اقلب فيه لحد ما كله اتجانس وغلي وتقل شوية القوام. تعالوا بقى نشوفه بعد ما تقل شوية. ادي يعني القوام تقل اهو، تمام، شايفين قوامه تقل ازاي. هروح اطفيه على النار دلوقتي وهسيبه يبرد
يعني يبرد خالص. وبعد كده تعالوا بقى نشوف هنستعمل الكريم ازاي. او كده خلاص خليط الكريم برد تمام. بروح اجيب علبة كريم فاضية، انا كان عندي هنا علبة كريم فاضية، رحت غسلتها وعقمتها ونشفتها كويس. طبعا انتوا اللي انتوا عندكم استخدموه، يعني اي علبة كريم تكون فاضية عندكم استخدموها. عندك برطمان ازاز صغير مثلا تكوني مش بتستخدميه، بس لازم تغسليه كويس وتعقميه وتروحي ايه مستخدماه في الكريم ده تمام. دلوقتي هروح اضيف الكريم في علبة الكريم دي تمام. او كده خلاص الكريم جاهز معايا والمية بتاعته طبعا جاهزة. تعالوا بقى نشوف طريقة استخدامه وازاي انا بعمله وازاي انا بستعمله تمام. اول حاجة هبدأ فيها هي مية لبان الذكر، ازاي انا بستعملها. انا بجيب هنا حتة قطنة او حتة كلينكس تكون نظيفة عندك، بروح احطها في مية لبان الذكر، وبعد كده بروح احطها على ايدي وعلى وشي زي ما كده شايفين، يعني نظام طبطبة تمام، مش نظام فارك، لا نظام طبطبة بالشكل ده تمام. طبعا المية دي طبعا هتستخدموها 3 مرات في اليوم، قبل النوم والصبح، وممكن يعني مثلا في العصرية كده تمام. بتدي نتيجة رائعة لو فضلتوا تستخدموها مدة 5 ايام. والمية دي تتحط في التلاجة، وطبعا قبل ما تستخدموا المية على وشكم لازم تنضفوا وشكم كويس وتغسلوه كويس، وبعد كده تنشفوه، وبعد كده تستخدموا المية تمام. كده احنا خلصنا كده من المية وازاي احنا بنستخدمها. تعالوا بقى نشوف طريقة الكريم. والكريم ده طبعا هتستخدموه قبل النوم، طبعا لازم تكونوا برضو منظفين وشكم وغسلينه كويس من اي شوائب واي مكياج او كده، وبعد كده تروح منشفين، وبعد كده تروحي مستخدمين الكريم ده. الكريم ده تحفة وعن تجربة زي ما قلت لكم، بيزيل التجاعيد وبيعالج البشرة بطريقة مش طبيعية وبيشدها بشكل ملحوظ، هتشوفوه ان شاء الله بإذن الله. ودلوقتي انا اخدت من الكريم ورحت دهنته على ايديا ورحت دهنته على بشرتي، واي حته مثلا عندكم في الجسم مثلا ما تكونش فاتحه تروحي ضيفين الكريم ده، بصراحه جميل جدا. وهتسيبوه لمده نص ساعه على البشره، وبعد كده تروحوا غسلينه، وبعد كده تروحوا تستخدموا منشفين وشكم كويس، وبعد كده تروحوا مستخدمين الكريمات المرطبه بتاعتكم تمام. بصراحه كريم رائع والميه بتاعته رائعه، فاتمنى انكم تجربوه. والكريم والمية لازم يتحطوا في التلاجة، والكريم مدة استخدامه مدة 5 ايام فقط. وطبعا اللبان الذكر طبعا ليه فوائد جميلة جدا، طبعا يستخدم كشرب ويعالج نزلات البرد والكحة. فبصراحة يعني الكريم رائع بنفس الوقت مشروب رائع، فأتمنى انكم تجربوه. ولو جربتوه ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في قناتي، وانتظروني في وصفة جديدة من يوميات بسمة سفرة في الغربة. والسلام عليكم.